بوي بوي ثورة وعي شتمونا نبذونا هددونا ضربونا عذبونا قتلونا وخونا برضو طلعونا غدرونا غدر حرقونا حرق حبسونا دير فصلونا هوي قطعونا طد منعونا شيء قسمونا شح شتتونا أرضو كانت ثورتنا قايمة نيرانا قايمة ما كان بتهدى صمدنا فيها ضحينا ليها درسنا برضو شان نحميه نشيل من فينا شان نديه شتمونا بس رفعونا هددونا بس شجعونا ضربونا بس ثبتونا حبسونا بس حررونا غدرونا بس نبهونا شتتونا بس وحدونا ثورة يا أخي ثورة وعي ثورة تاني ما بتتنسي يا دوبي نقدر نقول ثورتنا ثورتنا ناجحة نجاح مبهر يا دوبي نقدر نبني هو أكتر مبروك علينا المدنية دولتنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم نزل الله الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية على امتدادها ونزل الله الرحمة والمغفرة للإمام الصادق المهدي وبغض النظر نختلف أو نتفق معه يظل مكانه شاغر بالنسبة للشعب السوداني التعازي
أعضاء حزبه وأنصاره وأسرته وللشعب السوداني. المداخلات كثيرة، وأنا عايز يعني بقدر الإمكان أدي ملخص، لأنه شايف فيه تفرع كثير جدا في 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 ما يحدث الآن. يعني الجوطة الحاصلة الآن، أنا بدي داير واحد رأي الناس، وبحاول أضع رأي يوحد رأي الناس حول من هو يعني العدو الليلة اللي نحن ممكن نعتبره للشعب السوداني، لأمانيه، لتطلعاته، ممثلة في ثورته اللي ضحى من أجلها يعني بأعلى يعني قيمة في الإنسانية، واللي هي مرحلة الانتشار. طيب الآن طبعا الحديث كثير، الحديث كثير، الواحد كان منقطع لفترة طويلة، متابع مراقب، والواحد عنده آراء وقاعد يقوله بشكل يعني يمكن شبه يعني مستمر، يعني حول الفترة الانتقالية، حول الملابسات بتاعتها، حول التحالفات السياسية بتاعتها. طيب أنا داير أضرب مثل بسيط جدا، بقول إنه يا أخي إنه كبش الفداء، كبش الفداء هو الثورة السودانية، وكبش الفداء ده طبعا يعني أي ذول زي ما بقوله كده شايل خنجره أو سكينه وبيقطع، داير يقطع، وأي ذول بيطمع في إنه يقطع أكبر قطعة ممكن، يعني يحاول يعني تكون أكبر قطعة كده ممكن هو يقدر يقطعها، وفي اللحظة دي بيكون شنو جاهد لها أو بيستعد لها يعني. طيب أنا عشان الحتة دي أقصر شوية، شايف إنه هون ده المنون، يعني نحن الليلة هسك عشان ما تحصل لنا حالة بتاعت ربكة في المشهد، بأنه من هو، هل اللجنة الأمنية فقط هي الليلة اللي بتمثل لنا تحدي كبير جدا لتطلعات الشعب السوداني ومثل في ثورته الضحى من أجلها، والله في أطراف تانية كثيرة جدا. طيب أنا عشان ألخص الموضوع ده بقول إنه في خمسة كتل بتمثل تحالفات عريضة، الليلة هي بتمثل خطر كبير جدا، مش على الثورة السودانية وإنما على السودان نفسه في وحدته، في تماسكه بتاع النتيجة الاجتماعي بتاعه وكده. وهنا أنا بقصد يعني بدي تعريف للتحالفات العريضة دي قبل ما أجي للمشهد الراهن بتاع الليلة نتكلم عنه، اللي هي المسألة بتاعت التحالفات دي منه يعني بتمثل لنا الليلة يعني خطر كبير جدا، ما على الثورة السودانية وإنما على السودان نفسه، على السودان نفسه وعلى مستقبله وعلى التضحيات اللي قدمت سيودي، مثل في رأسة مسائل العدالة والقصاص وكده. التحالفات دي يا أخواننا، يمكن أنا لما نقول التحالف الأول هو تحالف اللجنة الأمنية، ولما نقول اللجنة الأمنية هو تحالف يعني عريض، ما بيشمل فقط العسكر وإنما بيشمل النظام البائد بأكمل. يعني الليلة لما أنا أقول اللجنة الأمنية، طوالي مربوط معها الكيزان بجميع أشكالهم، بجميع مكوناتهم، بجميع مسمياتهم، بدون أي يعني حالة بتاعت فرد هنا، يعني كل الكيزان مع اللجنة الأمنية هو دي كتلة، دي كتلة قائمة بذاتها، فيها الشغل المدني اللي هم الكيزان، وفيها الشغل العسكري اللي هي اللجنة الأمنية اللي صنعوها هم نفسهم، دي كتلة أولى. والكتلة الثانية هي الكتلة السياسية، وأنا لما نقول الكتلة السياسية بقول كل الأحزاب السياسية منضوية تحتها، حتى في منظمات مجتمع مدني اللي كانت مكونة للحرية والتغيير هي ضمن الكتلة السياسية دي. يبقى عندنا كتلة سياسية وعندنا كتلة بتاعت الكيزان واللجنة الأمنية، دي الكتلتين. في الكتلة الثالثة، الكتلة الثالثة دي الناس ما قاعد تتكلم عنها كثير، لكن هي كتلة تحالفها غريب شوية، اللي هي الكتلة بتاعت التنقرات مع الـ مع الـ مع الـ شنو مع الرأسمالية، التنقرات مع الرأسمالية، وديل ممكن نيجي نتكلم عنهم يعني باستفاضة أكتر، أو تحصل لهم حالة بتاع التعريف، عفوا تحصل لهم حالة بتاع التعريف لوقت يعني تعريف أكتر للكتلة بتاعة التنقرات اللي معاه متحالفة مع الرأسمالية، دي الكتلة الثالثة. في الكتلة الرابعة هي دي الكتلة بتاعة الحركات المسلحة، الحركات المسلحة كلها هي برضو بتنضوي ضمن كتلة قائمة بذاتها، هتكلم عنها برضو بمثال بتاع التعريف أكتر. وفي كتلة الخامسة ودي مهمة جدا، ودي الكتلة بتاعت
المحور الإقليمي أو محور الشرق، دي خمسة كتل. الخمسة كتل دي الليلة هي بتمثل خطر كبير جدا على السودان، على نسيجه الاجتماعي، على وحدته، على مواطنه. وأنا حاجة بالتفصيل يعني. طيب عشان نعرف ليه إنه مثلا الوضع الراهن ده أصبح في المحك ده، أو نحن طبعا أنا قاعد شوية كده يعني قاعد استغرب من الناس اللي بيجي يقول لك والله يا أخي حيحصل انقلاب عسكري. لا، هو المختصر المفيد هنا يا أخواننا، الانقلاب العسكري ده أصلا حاصل من يوم 11، من يوم 11/4/2019 نحن دخلنا من الإنغاذ أو حكومة النظام البائد إلى فترة حكم عسكري جديد. العسكري، الحكم العسكري الجديد ده هو قلنا لجنة الأمنية مع النظام ذاته يعني مع الكيزان. إضافة لأنه حالة الاستقطاب السياسي والاقتصادي اللي حصلت وقاعدة تحصل إلى الآن. طيب نمسك الكتلة الأولى بتاعت الكيزان واللجنة الأمنية. الشعب السوداني يعني ما عنده هنا ده مثلا بتاع التغبيش، واضح له جدا انها هي بتمثل ضد تطلعاته، بتعمل ضد يعني اي امل بتاع 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 انفراج، بتاع حريات، بتاع سلام او بتاع عدالة. بشكل واضح انه الناس اللي بيدعوا للمخططات واجندة بتحميهم هم وبتحمي النظام البائد ورموزه، وما بتعمل في اتجاه ولا لخطوة في مسائل التطلعات وأمان الشعب السوداني. الشعب السوداني عارف الحتة دي. وهنا يلا نجي للتقتلات الأربعة التالية دي، يمكن فيها شوية من الضبابية. يعني نمسك المكون الثاني واللي هو بيطلق عليه المكون المدني، أو نكون واضحين فيه شوية، اللي هي الغوة السياسية وما تأثروا وما تلعبوا. طيب الغوة السياسية كانت جزء أساسي جدا من الحرية والتغيير، أو هي من الموقعين على مثال الحرية والتغيير، لعب دور مؤقت جدا داخل الثورة وفترتها. والمكون ده هو أصلا يعني قلنا التركيبة بتاعته هي تركيبة غريبة شوية، تركيبة يعني ما عندها أي حد أدنى بتاع اتفاق حول الوطن، إنما فروض يعني فرضت عليهم، واللي هي مسائل انه الثوره قدمت كثير جدا. يعني يمكن الثوره كانت في شارعها الخامس ولا السادس حتى الناس دي بدات تصحى، وبالتالي اصبح حتى يعني انا تكلمت عن قبل كده عن مساله توقع الميثاق بتاع 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 الحريه والتغيير ذاته كان تم كيف، وان الدعوه كانت بتاعته كيف. قلنا اصلا الدعوه بتاعته دي من البدايه يا اخوان عشان الناس تكون تتذكر حاجات بشكل جيد، انه قلنا يا اخوان اصلا الدعوه دي كانت يوم يوم الثورة قامت يوم 19، يوم 21 كانت دعوة خجولة جدا من 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 قوى الإجماع الوطني لنداء السودان في إنه يقوم يدعموا ثورة الشعب السوداني وشبابه عبر بيان. ده الكلام ده يوم 21، يعني الثورة كان مر عليها 72 ساعة، والكلام ده استمر إنه بيان وما بيان إلى يوم 24. الثورة أصبح عندها 5 أيام، عمرها 5 أيام، طافت الأقاليم ودخلت الخرطوم. يعني 25 كان الموكب المعلن له، تم تأجيله من البرلمان، وبعد كده تم تحويل مساره لمسائل الأسر الجمهوري اللي هي بتاعت 25، الدعوة بتاعت 25/12/2018 عشان الناس تكون مستحضرة المسائل زي دي. وما تم اتفاق أصلا حول الميثاق إلى إنه الناس في النهاية رجعت لميثاق كان اصلا معمول لانه لظروف الوقت ولظروف الظروف الامنيه اللي كانت محيطه في الفتره دي، انه الناس قامت اتفقت على انه يرجعوا لمثال الخلاصه اللي قامت به ذاته الهبه بتاعت يناير من نفس السنه ذات 2018. المظاهرات اللي بدات مثيره او موكب الحزب الشيعي للولايه بتاعت الخرطوم بتاعت ميزانيه التركيع والتجويع، وبعد كده حصل بعدها البرنامج ده. هو ده 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 ده, ده, ده اسمه مثال الخلاص، موقعين عليه رؤساء الاحزاب السياسيه في عبره في 2017. طيب تم اعتماده، وده تم التوقيع عليه يوم 1/1. شوف الثوره لو كنت داخل لها كم 13 يوم، يعني الثوره اخذت منحنى لا رجعه، منحنى الانتصار ولا شيء غير الانتصار.
النقطة دي كانت فرضت عليهم إنه هم وقعوا وكل جايب طرفه. يعني إخواني ده السودان معروف إنها هي كانت بتدعي لمثال بتاعت حوارات ومثال بتاعت انتخابات ومثال إنها هي بترى إنه النظام لن يضغط إلا بالمشاركة وهدمته من داخله، يعني عبر انتخابات وعبر شنو مثال الخجدي. أقوى الإجماع الوطني بتقول لا، هي بتراهن على رضا الشعب وإنه الحراك السلمي السياسي ممكن يتبناه الشعب السوداني وطلائعه، وده كافي جدا بإنه يهدم النظام. يبقى ده مشروعين مختلفات، وده المشروعين اللي تم اعتماد على أساس أنه يكونوا هم الواجهة السياسية للثورة. إلى هنا نحن كويسين. طيب، لكن كل على يعني بيقولوا زي ما بيقولوا كل على غلبه. يعني نداء السودان هي في نفس قناعاتها بالرغم من الثورة وتقدماتها، الغوا الإجماع الوطني بنفس رهاناته بنفس قناعاته في إنه هذا الحراك سوف يؤتي أكله بانتصار شعبي كامل على النظام. يبقى ده كان الشكلية بتاعت المكونات. بعد كده خشينا في الصراع السياسي اللي حصل، يعني كانت حصلت وحدة يمكن شكلية خلال فترة الثورة إلى يوم 11/4. بعد 11/4 اللي هو حصلت المسائل بتاع شنو، أي ذل بعد كده ظهر بالسكين بتاعته، وأي ذل ده يقطع القبعة الأكبر. ده ما حدث لغاية 11/4. ده المكون بتاع القوة السياسية اللي بتمثل لنا الحرية والتغيير. يعني إنه ما كانوا على غلب رجل واحد، ولما نقول على غلب رجل واحد يعني ما كانوا على الوطن، لأنه ما قاموا التزموا بخط أدنى بتاع وحدة وطنية. يعني ده بنسميه اتفاق الحد الأدنى في إنه يعني شنو هي متطلبات الوطن، شنو هي متطلبات الثورة، شنو هي تطلعاتها، شنو هي طموحاتها، وشنو ممكن يتم تنفيذه. ده حد أدنى من الاتفاق السياسي ممكن يحصل، يعني وفقا للثورة وتضحياته وكده. وإنه قطر ده أصلا بتاع الثورة ده أنا ما قلتها، قطر الثورة ده أي ذو الربو. لكن بعد كده بتبقى المسائل بتاعت المحاصصات الفيو ما كانت بحجم الثورة، ما كانت بحجم تضحياتها، ما كانت بحجم الشعب السوداني، ما كانت بحجم تاريخه ونضالاته، ما كانت في الحد حتى الأدنى أو الحد المطلوب. عندنا تاني الطرف الثالث أو الكتلة الثالثة اللي هي التنقرات والرأسمالية، وديل طبعا يا اخوانا لعبوا دور كبير جدا فيما وبيلعبوا دور ولا زالوا يلعبوا دور كبير جدا فيما يحدث الان. وديل طبعا تعريفهم هم منهم ديل. التنقرات ممكن نقول عليها هي المجموعه بتاعت ايديا، ومجموعه ايديا دي هي براس احمدوك وناس يعني نشيطين بيقوموا بدراسات وبيقوموا بحاجات زي دي. يمكن هسه البطحاني قدم دراسه قبل 3 أسابيع حول الشيء الحافظ ده بالنسبه لهم هم. والتنقرات ديل هي مجموعه نحن بنسميها شله المزرعه، وديل ناس مؤهلين، لكن في نفس اللحظه شنو ظروف الحياه ارتبطت خلتهم يرتبطوا بمثال بتاعت استثمارات وبمثال اقتصاديه شركات وكده عندهم مشاريعهم الخاصه بهم وكده. ودي اصبحت مرتبطه بالنسبه لهم بالايديولوجيه بتاعتهم السياسيه. وديل هم مجموعه كبيره جدا، يعني الناس بتعرفهم جزء والناس ما بتعرف منهم جزء. وهم في الاساس دي المنظمه بتاعت اديان، ناس ابو سين، ناس بطحاني، ناس شفيق خضر، هناي ثور شفيق خضر، خضر خضر الشيخ خضر الشيخ خضر، و كامل ادريس، مو محمد ابراهيم. ودي مجموعه يعني متواصله، يعني عندها علاقاتها الدوليه وعندها علاقاتها هناي، وهم اصلا ما برنامجهم او الفكره بتاعتهم ما بتختلف كثير جدا عن نداء السودان، في انه كان اصلا تواصلهم مع النظام تواصل طبيعي جدا، يعني ما تواصل اسقاط وكده، انما يعني تواصل بتاع اكمال مصالح مع بعض يعني. وده ده 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 بحث هم بيمثلوا دور كبير جدا. اضافه لهم الرأسمالية في الداخل اللي هم ناس حجار، معاوي البرير ومجموعة دي. وديل طبعا مؤثرين جدا في الاقتصاد السوداني، وديل هم ممكن بيلعبوا يعني حقيقة بيلعبوا دور كبير جدا وغدر جدا، وهم ديل اللي بيقدروا يحولوا كفة من ناحية لناحية. يعني حمدوك
الثوار يعني الخدعة بتاعت الثوار فيه ولا زالت غايمة، لكن هم أنا هذا داري أعرف إن هم دول التنقرات الرأسمالية يعني وتحالفهم مع الرأسماليين، ودول عندنا ارتباطات بتمشي وفقا لمصالحهم الاقتصادية مش السياسية، لأن هي مصالحهم السياسية والاقتصادية هي مرتبطة، يعني هي مثال بتاع التحالف، يعني بيتغذوا من بعض وبالتالي مصالحهم ارتبطت ببعض، والمصالح دي هي بترتبط ارتباط الوثيق جدا بمصالحها، بمعنى انه منه عنده نفوذ القوة هم بيكونوا جزء منه، بالتالي هسه بعدين انا لما نجي في التعريف طيب ده هسه بيمثلوا اي حاجه، يعني صحيح الرأسماليه دي قامت قدرت تغلغلت اثناء الفتره فتره الاعتصام قامت دعمت بمسائل، لكن طبعا هم ما بيدعموا بدون هنا كانت المحصله بتاعتهم انه قاموا يعني قدروا يعني لانه كانت الجاهزيه بتاعتنا التنظيم بتاعنا قبل كده اتكلمت عنه كان كيف منظمين حاجاتهم وكيف انه كان بيقدروا يمشوا حاجاتهم، وبالتالي قدروا مرروا عبر الاعتصام ذاته اللي هو شنو الدعوه بتاعت التنغرات لو الناس تتذكر، لانه هي صراحه الحريه والتغيير هي ما اختارت حمدوك ولا اختارت، انما كان في ضغط من من من, من في, في الاعتصام من الشباب في انه دارين حكومه بتاعت التنغرات بدون علم، لانه هي كان مخطط تتمرر بشكل كويس، قدر اتلعبت له الباك اب بتاعه بتاع السوشيال ميديا، قدر يعني الناس ما كانت فاهمه ذاته شنو تنغرات، يعني الشباب ذاته اللي كانوا بيهتفوا معظمهم لو سالتهم عن التنغرات دي هم منو وتعرضهم شنو وهم شنو ما ما ما, ما عندهم الفكره، بس الفكره انه هم ماخذين التنغرات دي انه الناس ما محذبين سياسيا، وبالتالي ممكن يقوموا يلعبوا في صالح الوطن وفي صالح ثورته وفي صالح التضحيات اللي تقدمت لإنجاح الثورة كده، ده كان ده كان الغلط، يبقى دي كتلة غايمة بذاتها مؤثرة جدا لها وضعها حقيقة، هي بتتصالح مع 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 النفوذ الأقوى، لكن كمان النفوذ الأقوى بيحتاج لها لأن هي عندها النفوذ الأقوى، هي أكثر تنظيما يعني أنا بضرب لك مثل إنه قبل 3 أسابيع الدراسة الأخيرة دي الناس لو مرت عليها بتاعة البطحاني وهو ده مزول من مركز أيديا او منظمه بتاعت ايديا دي نحن تكلمنا عنها ودور اللي قامت بيه اللي هي كانت بتدرب عناصر الكيدان الشبابيه في انها تكون كوادر سياسيه وكوادر بالسوريه وكده، هي منظمه يعني دي الاختراعها كان نيلسون مانديلا في 1994 على اساس انها في اصلا هي تاسست لجنوب افريقيا ما للسودان، لكن الناس دي قدروا يحولوها لانه حمادو كان رئيس لي ايديا. طيب عندنا ده بيمثل الكتلة الثالثة، عندنا الكتلة الرابعة اللي هي الكتلة بتاعت الحركات المسلحة. الحركات المسلحة السلام هو حق، والسلام نظرته هي ما بتكون المحاصصات أو التنظيرات اللي قاعدة تحصل الليلة من جوبها. عمليا الحركات المسلحة هي ما عندها قوة عسكرية. كانت عندها قوة عسكرية لكن ما عندها قوة عسكرية الليلة، وقدر البغايا من القوة العسكرية الليلة موجودة في ليبيا ارتزاق. هي مصدر بتاع دخل بالنسبة للغادة ديل. وهي ما بتحمل اي منافسه وما عندها وجود، انا بتكلم عن جوبا لانه الحركات المسلحه دي الاثنين القوه الحركات اللي عندها قوه عسكريه على الارض هم اثنين، هو بالفهم الاكبر والاقوى اللي هو حركه الحلو الحركه الشعبيه الشمال وبمستوى اقل عبد الواحد محمد نور، اما بقيه الحركات مناوي جبريل عقار النايد ما عندهم قوه عسكريه، ليلة ما عندهم قوة عسكرية ولا يقدروا يحاربوا غارية في السودان، خليك يحاربوا أي منظومة عسكرية وكذا. غارية في السودان، وأصلا كان للزوال، وجات الفرصة دي وهنا. إضافة لأنها هي ذاتها يعني بتحاول تكبر كومة بحاجات يعني ما عندها وجود يعني في الشارع السياسي، ولا عندها وجود في الشارع السوداني، ولا عندها وجود في الماضي، ولا وجود في الحاضر، ولا في وجود حيكون في المستقبل، لأنها يعني فتهم هجوا. يعني ده الموضوع شنو من العرب. طيب ده بيمثلوا كتلة هي ما عندها أي إرادة ما عندها قوة، هي مرتبطة ارتباطات كاملة بالخارج اللي كان بيدعمها خلال الفترة ديك، عنده شروطه عنده حياته اللازم يطلب بها، وقدر ما تحصلوا به في جوبا ما تحصلوا به لأنه هم قوة عسكرية ضاربة أو لأنه عندهم تأثير أو عندهم، وإنما وصلوا لها بضغوط دولية، والضغوط الدولية هي دي الدول اللي كانت داعمة لهم، ودي ما كانت بتصل لمسائل انه تصل لاي مسائل بتاعت تفاهم وتوافق مع الحركات دي الا بسبب انه في ظروف انسانيه كارثيه كبيره جدا من 2003 في السودان واللي هي المعسكرات اللي ما قاعده تتم المخاطبه حول المشاكل الاساسيه، لانه السلام في تقديري انا هو بيبدا من
النزوح، النازحين، المعسكرات الموجودة في تشاد، الموجودة في جنوب أفريقيا، الموجودة في جنوب السودان، الموجودة في كلمة، الموجودة في مناطق دارفور المختلفة. دي 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 القضايا الأساسية. أنت كيف إنك تخلق حالة من إعادة التوطين، إعادة الخدمات، التنمية، الأمن، معاش الناس، التعليم، الصحة، كده. دي المتطلبات الأساسية بتاعت السلام. لكن السلام هو مو محافظات ولا وفد مقدمة ومؤخرة ولا شيء قاعد يحصل الآن. لأنه الإنسان المتضرر، الإنسان السوداني المتضرر في دارفور من الحرب دي ومن الإبادة اللي حصلت عليه دي، يعني حصل له ضررين. يعني الضرر الأول بتاع النظام السابق كله، وحصل له الضرر الثاني هاتي بالمتاجرة باسمه، المتاجرة باسمه. لكن ما في حاجة، يعني ما في دول قاعد يتذكرهم ذاته. الناس دي قاعدة كده هاتي وبتتكلم كلامة بتقوله في الخرطوم ده. دي الكتلة الرابعة اللي شايلة الكين برضو كبير جدا، وبرضو تحال تقطع. طيب في الكتلة الخامسة، ودي دورة محورة جدا، مؤثر جدا ومشترك مع الأطراف دي كلها، وده اللي هو المحور بتاع الإقليمي بتاع الشرق. وده بشكل واضح مقصود به مصر والسعودية والإمارات. والليلة ما يحدث يا أخوانا للأسف الشديد، الليلة ما يحدث في بورسودان، ما يحدث في بورسودان ومدلة الإغلاق بتاع ميناء بورسودان، هي دي مخطط يعني مدروس بشكل جيد جدا. لأنه أصلا الإمارات يعني ده تاريخها كده، يعني من سنة 98 لما بدأت تستأجر المواني بتاعت اليمن، المقلة وحضرموت وكده وكده بتاع عدن، هي طوالي بتقوم تلجل لأنها هي عندها جبل عالي. ده يا أخواننا يعني إحصائية 2019 الدخل بتاعه كان حوالي 600 مليار دولار، وده أصبح يعني هو ما يعني لا مربط بتاع الطرق يربط ما بين غرات، ولا ما يعني دي انت عشان تمشي له يعني انت براك دار سفر براو جبل علي ده حته مقطوعه. لكن هم دارين يخلقوها دي تكون النقطه بتاعت العبور الاساسيه شرقا غربا جنوبا شمالا. لكن هي لا ملتقى تجاري ولا ملتقى بتاع غرات، ما عندها يعني موقعهم سيء جدا جبل علي في الامارات. لكن هم بيقوم بالسجر كل المواني بتاعت بتمثل المواقع الاستراتيجيه، ويتم هجره وتشريد الناس العاملين فيها والمدن اللي عايشة عليها ومستندة عليها، في صالح انه كل السفن تمشي يكون المركز بتاع التجاري اللي هو شنو للتفريغ والشحن والصيانة كله يكون في جبل علي. ما يحدث الان في بورسودان هو مخطط منذ الفترة بتاعت النظام البائد، ومثال القروش اللي اندفعت فيه والفساد اللي حصل فيه، على اساس انه يتم اغلاق هذا الميناء. وهذا ما يحدث الان اللي هو شنو تنفيذ للمخطط ده اللي بدا يعني له سنين، يعني ما مش في فتره ما بعد سقوط النظام، انما ما قبل سقوط النظام، لانه المسائل كلها ترتبت كانت في فتره النظام البائد ذاته. ده بالنسبه ما يخص مثلا قضيه جبل علي. ده كله مصالح، ده محور الشر. محور الشر عنده اصلا المطالب بتاعته او اهدافه ثلاثه لازم يحققها، ودي مصالح دوليه خاشه في السودان اللي هي بتمثل في اولا تأمين الأمن الغذائي أو الأمن القومي، يختص بالأمن الغذائي اللي هي الزراعة في السودان، ودي يمكن عندها مشاريع بتاعة فساد مرتبطة بالمؤسسات العسكرية على رأس زادنا والمنطقة الشرق أبو حمد زادنا 1، والمنطقة اللي خدوها يعني كل المشاريع بتاعة الزيداب أبو حمد منطقة بربر دي كلها إلى أبو حمد، دي كلها مناطق مربوطة ربط ومدروسة دراسة دقيقة جدا، مساحتها أكبر من مساحة مشروع الجزيرة لأنها مساحتها 2 مليون فدان، وال 2 مليون فدان دي مستثمرة جميعا لصالح، يعني شوف الربط بتاع ذاته حتى قريبا من ميناء بورسودان. يعني أنت مما تشحن برسيمك ده ولا قمحك ده من مشروع ذات نون إلى ميناء بورسودان هي بتكلفك حوالي 3 إلى 4 ساعات فقط، مسافة بسيطة جدا وارتبطت بشارع التحدي. عندها يعني الموضوع ده انا هتكلم عنه بشكل لايف كان، يعني عن زاد نواندا والخطوره بتاعته، انه كيف المؤسسه العسكريه مسيطره عليه في حين انه هو اصلا مصادره امواله وحاجاته كلها شنو من الخزانه العامه بتاعت الدوله السودانيه وكده من فتره النظام وكده. لكن هي كانت بتمثل احدى المنابع الاساسيه في تمويل الحركه الاسلاميه النظام السابق عرضته الإسلامية، وكانوا بيدعموا به في حياتهم بتاعت الإرهاب الخارجي. دي الخمسة كتل.
الخمسة كتل دي الكتلة بتاعت اللجنة الأمنية طبعا أصلا هي في رأسها، ما في حاجة اسمها فترة انتقالية، ما في حاجة اسمها تسليم، ما في حاجة اسمها مدنيين، إنما هي مواصلة بدعم مباشر وبمخطط مباشر، لأنها هي الوليد الشرعي للنظام البائد. يبقى هي عدو الشعب السوداني يعلم تماما. أي زول في السودان الليلة سألته عن اللجنة الأمنية، عن مخططاتها، عن حاجاتها، ده مفروغ منه، عارف إنه هو ده الاتجاه وين. يبقى ده يكون صايب. لكن اللجنة الأمنية قامت تلعب دور الاستقطاب، والدور الاستقطاب ده من الناس اللي بيتكلموا باسم الثورة. يعني الليلة الأحزاب السياسية، القوة السياسية اللي اتكلمت عنها اللي كانت مكونة للحرية والتغيير، وظروف الارتباط بتاعها اللي خلاها توقع على الميثاق في الظرف ده، ومحل التماسك بتاع الوحدة بتاعتها كده الشكلي إلى يوم 11/4، وبعد كده يزول تكشر عن أنيابه وطلع السكين بتاعته وبدأ يقطع. طيب يلا، القوة السياسية دي أصلا يعني قوة أصلا يعني كان يعني عندها حالة بتاعت ياس وفاقدة، يعني ممكن ضربات النظام أثرت فيها كثير، وبالتالي أثرت في شكلية حتى قراءاتها لأي حاجة، وبالتالي أصبح الغمة بتاعتها هي غمة حالة الإحباط فيها خلقت منها عناصر انتهازية بالدرجة الأولى. يعني ما بهمه إنه ده دم منه وإنه هو عاج على منه، إنما في النهاية هو في النهاية بيتولد في عنصر انتهابي. الكلام ده أنا سميته زمان وقلت لكم الكلام ده، إنه أنا القوة السياسية شايف إنها هي شنو شربت من السلوك الكيزاني أكثر ما شرب المجتمع السوداني نفسه. ودي الحقيقة اللي هسه أنا الكلام قاعد أقوله كله هسه هو قاعد يطبق. أنا لما قلت حمدوك ده يا أخوان الناس بشكل واضح، يعني إنه حمدوك ده ما رجل مرحلة ولا يمكن يقدم للسودان حاجة، ولا هو أصلا عنده إمكانيتين إنه يقدم للسودان حاجة، وبالتالي لأنه ارتباطاته الكثيرة دي. ولما كتبت حتى في صفحتي إنه حمدوك يجب إنه يذهب، في ناس كثيرة جدا الكلام ده ما مرضى، وإنه كيف أنا أقول الكلام ده واختلفوا معي وكده. لكن الأيام بيناتنا لسه اللي قدام الناس هتعرف أكتر عن حمدوك وعن ايديا وكده، وأنا اتكلمت عن الحاجات دي كلها بتفاصيل قبل كده. يبقى القوة السياسية دي أصبحت قوة ارتبطت بمصالحها. وأصلا القوة دي يا أخواننا، نحن حتى ما نتكلم عن الكلام ده كثير، لكن أصلا القوة دي أثناء فترة النظام نفسه هي كانت عايشة على البيرول بتاع شنو؟ جهاز الأمن. البيرول بتاع جهاز الأمن، القوة السياسية دي قياداتها دي كلها كانت عايشة عليه، يعني بياخدوا مرتباتهم من مكتب جهاز الأمن. يعني ما نسمع الفصاحة والكلام الكثير ده. لكن لظروف ارتباطات كثيرة جدا، الناس قالت يا أخي الثورة أهدافها تطلعاته وأمانية، والتضحيات اللي قدمت للشعب السوداني يجب إنه شنو الناس تحافظ على وحدته وكده بطعمه. وبالتالي أصلا هي عناصر انتهازية، والعنصر الانتهازي عمره يا أخواننا ما بيكون مبدئي. وبالتالي مسائل حرية سلام وعدالة قد تكون شعار إنه شنو سهل النطق وطريق سهل جدا يوصلك لأهدافك الانتهازية اللي أنت دار تصليها. وبالتالي القوة السياسية لو يعني الناس كانت ما يعني أنا شخصيا ما كنت براهن على أي حزب سياسي، ولا كنت براهن على أي شخصية سياسية مهما الناس تمجدوا، مهما يكون عمره السياسي كم، مهما هناك، لأنه في النهاية فقد الشيء لا يعطيه، ده الواضح، فقد الشيء لا يعطيه. وهو أصلا الثورة دي هم يا أخواننا يعني ما صنعوا، لأنه أصلا هو قلنا فقد الشيء لا يعطيه. أنا الأحزاب السياسية يجب أنها كانت تكون يعني مهيئة نفسها، مفروض تكون جاهزة بدراسات لأي خطوة لأي فترة لكل الاحتمالات لكل كده، لكن لأنه فقد الشيء لا يعطيه النادل ما كان، يعني كانوا هم خلف الشباب اللي طاحها، الشباب اللي قام بالثورة دي، الشباب اللي هسه بيحاولوا يعني بقدر الإمكان يتنكروا عليه. وده هو ده صنع الثورة، وده صنع الشهداء، وده ضحى من أجلها، وديل هم جو ركبوا في القطر ده. القطر ده وصل حق الشباب، القطر ده حق الشباب، لأنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية في مسألة التغيير، هم أصحاب حاضر، هم أصحاب مستقبل. وبالتالي الأحزاب السياسية جات امتطت، القوى السياسية دي كلها جات امتطت، لكن بدون ما تقوم تخلق إضافة، بل كانت خصم على التضحيات دي، كانت خصم كبير جدا على الشباب وصدمة يعني. طيب اللجنة العسكرية دي أو اللجنة الأمنية دي هي ولي الشرع للكيزان للنظام البائد، درباهم ده كونهم ده الخلاهم في الموقع ده. طيب مسائل التنازلات البدت هي كانت بتوحي او المؤشر الاساسي بان شنو هي الثوره ماشيه في 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 مرحله بتاع شنو انحراف. يعني اول جلوس
النادل قعدوه بدون حتى ما يرجعوا ليه، حتى المنصه بتاعت الاحتطام بالرغم انه السوشيال ميديا وتاثير الاعلام اللي كان منظم لمسائل التنورات وكده هنا، الا انه برضه ما قدروا يعني يرجعوا لهم حتى انه في مساء شنو التفاوض مع العسكر او مع اللجنه الامنيه او مع النظام السابق. يعني اكيد ننسى المسائل الشكليه بتاعت الرموز انه موجودين في كوبر موجودين في هنا، هم دل الامتداد الطبيعي جدا، ده الامتداد الطبيعي جدا، ده حزب حاكم 30 سنة، ده حزب أصولي، ده حزب متلوي، حزب حرباء، يعني يقدر يعني يخلق من 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 العباية بتاعته دي مليون عباية، ودي الطبيعة بتاعته كده، أي ذول سياسي، أي ذول مراغب، أي ذول المواطن بيفهم الكلام ده تماما. طيب، بالتالي هم عارفين الناس اللي كانوا معهم في البيرور اللي بيصرفوا لهم المرتبات ديل، هم اصلا فهموا شنو امكانياتهم شنو حاجاتهم شنو، بالتالي اوكي نخش معهم في مسار بتاع التفاوض بدون الرجوع ذاته حتى للمنصه بتاعت الاعتصام اللي كانت بتمثل الثوار ولجان المقاومه بكل مكوناته وكده. وحصل، هو ده كان الانحراف الحقيقي، ده كان الانحراف الحقيقي اللي تكلمنا عنه في لحظه انه ذاك انحراف، انه ما في حاجه اسمها يعني اللي هو شنو قلنا يا اخواننا مسائل الثوره بيبقى اجهاضها، او الثوره بتبقى السلاح الحقيقي عندما تغيب عنها شنو الثورية الشرعية. الثورية الشرعية لو غابت خلاص غابت الثورة، لأنه ده المحور الأساسي بتاعه، ده نقطة الانطلاق بتاع الثورة وكده. بالتالي أصبح حالة الاستقطاب السياسي والاقتصادي للكتل السياسية دي سهل جدا، إضافة لأنه الدور بتاع المحور الإقليمي بتاع الشرطة ودوره اللعبه في 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 دعم المخططات بتاعت اللجنة الأمنية، لأنه اللجنة الأمنية قلنا أصلاً هم نزل محاورهم ثلاثة، الأمن الغذائي بتاعهم، رجال يحاربوا لهم في اليمن، والحاجة الثالثة عايزين من عبر السودان، ده المختصر هنا. أربعة هم بكونوا مسيطرين، وقام دخل البند بتاع شنو مسائل التطبيع ومسائل القبول للمجتمع الدولي حتى إنه شنو يعملوا ما يعملوا. الليلة الشكاوي الكثيرة جدا بتحصل من فيصل محمد صالح وزير الإعلام بأنه يا أخي المكون العسكري قاعد يعمل حاجات بدون الاستشارة هنا، الكلام ده هو ما جديد، والكلام ده ما جديد، والكلام التصريحات بتاع عاش السعيد شنو يا أخواننا حيحصل الانقلاب، لا أنت قاعدة في الانقلاب وأنت مشاركة فيه وقاعدة في القصر الجمهوري بتفطري ومحروسة بتمشي البيت كل يوم، الجدة شنو هتصير؟ ما في حاجة جديدة. هتقولي لي مجلس الشركاء ده أنا هتكلم عنه، ما في جديد. مجلس الشركاء دي هي مثلا بتاعت في الحاصل، اصلا احنا عارفين اللي هيحصل ده، لكن انا دار هتكلم عن مجلس الشركاء هو ذاته شنو والهدف منه شنو، دار يطلع شنو ليه في التوقيت ده تحديدا يعني، وليه جاء مجلس حاجه اسمها مجلس الشركاء يعني. الناس اللي بتضهي في الناس اللي انه الكلام ده منطوط عليه في الوثيقه، ما منطوط عليه في وثيقه لا 80 ولا 100، 80 دي تم تعديلها هسه ما بعد ما يسمى باتفاق جوبا للسلام، دي 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 خطوة يعني أنا هتكلم عنها. طيب، يبقى ال 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 المحور الإقليمي ده عنده الإمكانيات المادية، يعني زي الإمارات السعودية عندها الإمكانيات المادية، مصر عندها الاستخبارات وممكن توفر لك مخابز تدعم بما يمكن إنه أدعمه، دي عندها كمان شنو برضو ارتباطاتها ب ب ب ب بالنهضة، وشايفين الليلة حتى في مسائل كثيرة جدا متداخلة، يعني انه مثلا حتى تغيير موقف السودان ذاته حول المفاوضات بتاعت النهضه شنو الميول لمصر، مصر احنا ما لنا منها خير اصلا، عمرنا كله ما شفنا منها خير مصر، ومصر اصلا لا يمكن ان تكون في اي جزء لخير للسودان، دي حقيقه الناس ترضاها ما ترضاها، لكن ده التاريخ دي المواقف المصريه. السودان يحب الخير لمصر، السودان شارك مع مصر بالدم، شارك في حروبهم مع اسرائيل دي كلها، ولكن تظل الحقيقه حقيقه انه مصر بيعتبروا ان السودان تابع، وان السودان مستعمره، وان السودان هم كانوا حاكمينها، بيفتكروا كلام زي ده يعني، وان اي حاجه في السودان هي يفترض انها تمر عبر البوابه بتاعتهم، المسائل بتاع الوصايا السياسيه المعروفه يعني، والنظره الدنيا للشعب السوداني كده. مصر اصلا لا يمكن ان تكون مصدر او جزء من مصادر خير للسودان، دي حقيقه، يعني ما نقدر ننكرها ولا حد يقدر ينكرها لنا. ولو اصلا في 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 اراده استغلاليه بتاع السياده الوطنيه وامن قومي شامل، ان احنا بنمثل الامن القومي لمصر، ويجب انه مصر ترقع للسودان، ترقع يعني الاسلوب ما بيكون اسلوب دبلوماسي كده، مصر ترقع لانه نحن الامن القومي بتاعها، والله نحن نهر النيل ده بس لو زرعنا
لو زرعنا موسمين ومن حقنا موسم شتوي وموسم صيفي مطر تعطش تقع البحر الله ينجره من البحر الابيض دي حقيقه يعني. خليك انهم يكونوا محتلين حاجات وحاجات زي دي لا نحن نفترض نحتل منهم وهم ما يقدروا يحرروا حاجاتهم مننا مش هم يحتلوا مننا ونحن نمثل لهم الامن القومي احنا ما محتاجين نعمل اي حاجه بس يعني من حقنا نحن شعب جيعان شعبي ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده خبز عنده اكبر اراضي الله خلقها في العالم ده خضبه ومياه في السودان الله ادى له يعني بس نحن لو زرعنا الزراعه الصيفيه والشتويه نحن يفترض ما نكون يعني نحن المفروض نكون زي ما قالوا كده سله غذاء العالم يعني بالشكل الطبيعي لكن الاراده الانهزاميه العماله الارتزاق الحياه اللي بتقفز من 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 الناس المسيطرين على المشهد الان والناس بيدعموه او مشاركين فيه بشكل كامل يعني القوى السياسيه بشكل واضح. ده 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 ما نعانيه نحن الليله، يبقى المركز بتاع الشر ده والمحور الاغليمي ده اللي بيمثلوا مصر والسعوديه والهناك هم ده بيدعموا المخططات بتاعت اللجنه الامنيه. بشكل واضح لانه ده بيوفروا لهم شنو؟ بيوفروا لهم مصالحهم كامله متكامله. اضافه لكده ديل المطيع. ديل اللي بيفقدوا السودان هنا. يعني فيصل محمد صالح بيجي بيشتكي في انه المكون العسكري ده انت ما جيته منه انت ما بتدافع عنه والمكون العسكري بيطلع في اي لحظه بيقول لك يا اخي احنا بننصر بنفسنا كامل ومتكامل يعني لانه محمد ابجا داري تاجر فينا وداري يغبش راينا بانه يا اخي هو السؤال مش انه المجلس بتاع الشركاء ده ذاته انه هو فيه نساء والله ما فيه نساء ده ما يكون السؤال يعني حمدوك ذاته يعني في الغباء بتاعه السياسي ذاته انه جايب مثال طبيعي يعني انت هو شنو ذاته المجلس ذاته شنو خلينا من انه هو بيكون هو ذاته كيف ويتكون كيف وهو ذاته جاي من وين ونازل من وين والغرض منه شنو والهدف منه شنو. طيب يلا الخمس مكونات ديل يا اخواننا ديل المكونات اللي بيمثلوا خطر داهم جدا على الصوره على الوطن ده بالشكل الواضح. طيب الخمس مكونات دي يعني الليله ما تقول لي مثلا والله يا اخي الاحزاب السياسيه وانا قاعد استعرف في ناس بتقول لك احزاب تقدميه، انا داري اعرف التقدميه دي التعريف بتاعها شنو؟ عمليا نظريا شنو؟ اخوانا نحن ما الاوهام اللي في راسنا دي احزاب تقدميه ودي احزاب يساريه ودي احزاب ما اعرف شنو. اخوانا الكلام ده ما عنده علاقه بحقيقه. لا حقيقه واقعيه ولا حقيقة علمية ولا حقيقة بتاعت خيار، ما عندنا حاجة اسمها حزب تقدم وكذا وكذا كذا، ما عندنا، ده تقول الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي السوداني أكبر خطأ أنا في تقديري أنا سياسي ممكن أقع فيه حزب يتكون الليلة دي جديد ما عنده أي تاريخ ولا عنده سيرة بتاعت ناهيك عن الحزب الشيوعي تجربته وخبرته وكذا ما بيتخذ قرار إنه يسحب نفسه من معركة زي دي انه يسحب نفسه من الحريه والتغيير ويسحب نفسه انه يكون شكر انت عارف يعني انا الحته بتاعت الحزب الشيوعي دي اتكلم عنها شويه بواصل يعني مساله انسحاب الحزب الشيوعي وقراره يعني الحزب الشيوعي ده ما قاعد ينتقد في الحريه والتغيير قاعد ينتقد في مسار نعم من بدايه الثوره ده حقه يعني وقال الكلام ده ونشهد له بيه ودعمناه فيه انه ما بيعني انه وجود داخل الحريه والتغيير كتحالف بتاع قوى اجماع وطني انه هو بيقوم شنو بيمسح تاريخه كحزب سياسي او موقفه او رايه ومن حقه يقول رايه والناس دعمته فيه. انا شخصيا دعمت الحزب الشيوعي فيه جدا لانه يعني مهم جدا انه يكون في الزول جوا ما يتفق مع الحاجات ويختلف يكون عنده رايه ويقوله ويحاول يوعبه الشعب السوداني انه يا اخي الحافل كده وكده وكده. انسحابه يعني زي شنو؟ زي انت عارف جارك ده في ناس دارين تقولوا في عصابه كده ده دارين يقتلوه. انت لو وقفتك قدام الباب دي وبتعاين لبابه ده الناس ديل هم انت عارف انه حيقتلوه لكن وقفتك دي علي اللي قلب بتاخر الحدث ده بتاخره انت ما واقف كده ده يقول والله يا اخي عبده واقف في الشارع خلي عبده يمشي وهنا ما دارين ذول يشوفنا فحي ذول عارف الاتهام ده حيمشي علينا لكن ما يكون في الدليل المادي ما تكون في عير راب ده كده الحزب الشيوعي عارف انه النادل دارين يقتلوا الثوره عارفهم تماما ووقفته دي برا
بيدخر الحاجه دي، وعلى الاقل هو بيكسب مساحه بتاع التنوير للشارع السوداني، انه يا اخي والله بيحصل كده وبيحصل كده زي ما هو قاعد يقول. لا اثر انه يخش يقفل الباب، الانسحاب ده انك انت خشيت وقفلت الباب يا اخي، انا مالي مالك. ده يمشي يقتلوا عبود. دي الثوره، ده المشهد بتاع الحزب الشيوعي باختصار يعني، انه انسحب من المعركه. ده الزول اللي وقف في نص الطريق خد سلاحه وقال يا اخي انا مالي عليها. ده موقف الحزب الشيوعي وانسحابه ده. لانه دي نفس الحاجات اللي كان بينتقدها الحزب الشيعي نفسه كان بينتقد الحاجات دي لما الحزب الامه قال ده رجل متعطوطه، نفس الحاجات اللي الحزب الامه كان بيعمل فيها الحزب الشيعي بينتقدوا فيها جه نفذها لهم بالترتيب. وعارف انه كان له كده التفكير شنو. امسك البحثين تحديدا، انا امسك التنهوري تاريخه والحزب البحث بتاعه. حزب البحث الليلة دائم أساسي جدا للمخطط الماشي ده اختيار الثورة بشكل كامل. يعني الليلة تلقى على الريح قاعد كمان في 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 هنا، يعني دي يعني 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 الناس دي بيخربوا في تاريخهم، يعني قدروا ما صنعوه من تاريخ ونضالات قام بها الحزب، مش هم قام بها أحزابه، أحزابهم دي قامت بها، لكن جينا صفوها، جينا صفوها في اللحظة الأكثر حوجة للشعب السوداني اليوم فيها. وممكن كان ينصفهم فيها إن يا أخي والله أنتوا يعني وقفتوا واخذتوا الموقف الوطني وكذا وكذا وكذا. يبقى في وين التقدميه؟ التقدميه انك انت على الاقل تكون مستعد بقراءات مستقبليه للشيء اللي بيحصل للمخططات دي، انت اضطر تكون عارف من قبل سنتين، قبل 10 سنوات انه يا اخي لما يحصل القرايات بتاعتك انت ذاك، لو انت اصلا جزء حقيقي من الجماهير دي. وده الحزبين اللي ما بيقدروا يغودوا معركه لحالهم. اللي نحن بنسموه متقدمين دول ما بيقدروا، لا حزب شيوعي لا بعثي ما بيقدر يقود معركه لحاله الليله في الشارع السوداني الا بتحالفات سياسيه كامله. ما بيقدروا، يعني ما بيقدر الحزب الشيوعي ما بيقدر يقود له ثوره ولا بيقدر يقود له مظاهره، ما بيقدر يقود حاجه، ولا حزب البعث بيقدر يقود حاجه. ودول اصلا اكثر الاحزاب السياسيه هي المحتاجه لتحالفات سياسيه. التحالفات السياسيه دي بتتبني على قواعد محدده، يعني هم لما كانوا في الاجماع الوطني قال لاجين، انا ممكن اقول لاجين اكثر من 60% من الشعب السوداني خلفهم، لانه بس الشعار بتاعهم الاضغاط والمحاسبه الكامله دي كانت بتعني بحريه وسلام وعداله. وبالتالي الشعب السوداني اتصفر. يعني كان اي دول ما عنده خلاف في، يعني ما قاعدين على الاقل نشوف الانتقادات اللي بتحصل مثلا للسودان اللي هو الاجماع الوطني. بل بالعكس، يعني الناس بتشاهدهم وبتتابعهم وبتسمع كلامهم وكده وبتاع، هنا باعتبار انه المواقف المطروحه هي مواقف وطنيه. وعلى الاقل بنقول على الحد الادنى بتاعه هو وطني كامل من كامل. يبقى ما يعني ما 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 بيكون الرهان، ما بيكون الرهان على قوة اصلا هي ما عندها القرايه لليله. ناهيك عن بكره بانه نطلق عليها احزاب تقدميه او يساريه، قد تكون كانت تقدميه في الستينات اثناء المد الاشتراكي والتقدمي والغومي و قد تكون الوقت ذاك. لكن لما نجي ل 2020 واهم من يقول لك دي احزاب تقدميه، واهم، او يقول لك دي احزاب يساريه، واهم. طيب نجي للتحالفات دي، اضعفت دي المواقف اللي انا بقول اضعفت كثير جدا من التمثيل اللي قاعد يحصل باسم الثوره زورا وبهتانا. يعني الناس الليله بيقول لك بيمثلوا الثوره دي، ما بيمثلوا ثوره. الليله المكون الليله الموجود داخل الحريه والتغيير، بالرغم انه الحريه والتغيير اخواننا هي من ناحيه نفسيه للشعب السوداني وللثوار بتمثل شيء رمزيه، لانها قامت على الاقل كغطاء سياسي اثناء فتره الثوره دي الى ان تم يعني الركنايز بتاع المجتمع الدولي بانها هي شنو اصبحت طرف في 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 المشروع بتاع المحافظه والتفاضل حصل ما بين اللجنه الامنيه والحريه والتغيير كممثل للشعب السوداني وللثوار وكده. لكن انه الاطراف المتداخله دي الناس الراسماليه التنورات الراسماليه التحالف بتاع التنورات الراسماليه بتاع ناس مو وناس كامل ادريس وناس حجار وناس البرير وناس الناس عيديه ناس شله المزرعه دي اللي عندها ارتباطات وعندها مطاعم في اثيوبيا وفي وين وفي وين وفين وفين في افريقيا دي مالنا. دي قدروا اثروا
اقتصاديا في 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 انحراف المواقف السياسيه دي. اثروا بشكل مباشر وهم بيلعبوا الدور الاساسي. اللجنه الامنيه هم يعني اكثر ناس ممكن يخشوا معاها في شنو؟ راس وراس. لانه باقي الاطراف ما عندها الامكانيه دي. يعني لو مسكنا كل المكونات الثانيه دي ما عندها الامكانيه بتاعت انها تكون راس لراس مع اللجنه الامنيه، اتهزمت. وهي اغرت بالانهزاميه بتاعتها واصبحت هي خارج اللعبة أو المخطط بتاع الناس دي، لأن الناس دي أصلاً انتهازيين وتم شرائهم. ده المختصر هنا. وده قام قادنا لأنه تحصل بعد المواجهة بعض الإعلام. يعني أي ذول يعني بتذكر إنه يعني يعني المشهد ده الشهادة دي اللي تم اكتشاف المقابر بتاعتهم، يعني تم اكتشاف المقابر بتاعتهم خلال الفترة اللي فاتت دي. يعني ده يعني المقابر دي اللي تم دفنهم فيها، المقابر الجماعية، وفي ثلاثة تم اكتشاف يعني للأسف قبل أسبوع وما في دول يتكلم عنها. ثلاثة مقابر جديدة إلى الآن ما في دول يتكلم عنها ولا النيابة العامة تكلمت عنها، لكن في ثلاثة مقابر اكتشفت. ناهيك عن المقبرة بتاعت النخيات بتاعت دي والمقابر اللي تم اكتشافها دي الكثيره دي بتاعت الالفون وشهداء 28 رمضان وشهداء ثانيين وكده بتاعنا، لا بتاعت حتى الاعتصام ده المجزره بتاعت فضل الاعتصام ده كانت مقبره. دي المقبره يمكن تكون المقبره الكبيره، لكن ثاني تم ثلاثه اكتشافات، ثلاثه مقابر جماعيه برضو ولا حد يتحدث عنها ذاتها. دي تم اكتشافها قبل اسبوع ما تقدر تتكلم عنها. يعني المقبره الجماعيه الاولى دي الناس اتكلمت عنها اتفاعلت معها نوعا ما، ولكن برضه بدون شنو؟ بدون فعاليه. يعني موضوع ما بيتخطى مثلا السوشيال ميديا او البكاء على الاطلال. يعني يبقى دي هسه دي بقت اصبحت هنا اصبحت مسائل العداله هي ما جزء ما يعني ما ذات اولويه ما ذات هنا، اصبحت حاجه اسمها العداله الانتقاليه. ما عارف نشبهنا بجنوب افريقيا ولا شنو ما عارف. في مسائل يعني ربنا ذات بيقول فيها السين بالسين والعين بالعين. يعني اصلا يعني مسائل مفروض منها. عبود قاتل هو محترف والشهود فيه والوقائع فيه والجثمان فيه اي حاجه موجوده كل الادله وكده بتاعنا عداله انتقاليه في شنو يعني. وما يحدث حتى داخل الحركات المسلحه ذاته هم ذاتهم بيطفوا عشان يطفوا نار. ليه الحركات المسلحه ذاته؟ وعلى راس العدل والمساواه دي فيها انتهاكات جسيمه وكبيره جدا خلال الفتره الفاتت. فيها انتهاكات وفيها جرائم كبيره جدا حصلت برضه، هتمشي ساكت؟ ما هتمشي ساكت. لكن العداله الانتقاليه تقوم تمشي بالنا اللي هو يعني المختصر هنا الكتله بتاعت كتله الشعارات بتاعت الثوره بتاعت حريه سلام وعداله عداله دي كتله. الحريه اوريدي اصلا العسكر ما في حاجه اسمها اصلا العسكر بخطط الانقلاب، لانه هم العسكر اصلا عايشين وحاكمين وما في دول بيقدر يقنعوا وبيجيبوا زياراتهم. الكلام اللي بيحكي فيه فيصل محمد صالح ده اصلا من زمان وهو عارفه شنو يعني جد الليله شنو يعني تطلع تقول الناس ذيل تتم معالجات، معالجات شنو؟ يلا نجي للمحصله، المحصله في انه العسكر كل ما تمكنوا يعني في 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 تفاصيل الناس اللي حوالينهم دي اللي هو بيتكلموا باسم الثوره ديل وهو ثوره بريئه منهم والشهداء ودمهم بريئين منهم، هم بيقوموا شنو؟ بيحاولوا شنو؟ يتمددوا في صلاحياتهم في وجودهم في علاقاتهم الدوليه وفي كده وفي كده وفي كده. في معلومه الناس هتاخدها مني هاتي برضه بيجفوا كده، لكن لما تفكر فيها يومين ثلاثه بتعرف الحاصل شنو. اول الايام بيقوم تبر هنا هاتي رفع اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب ده. الشعب السوداني ما حيستفيد منه حاجه، لو اترفع الله ما اترفع، والله ساعه الشعب السوداني ما حيستفيد منه اي شيء. لانه في النهايه هي الاراده حقتك انت، الناس دي اصلا دارين انك تكون ملهي كده. يعني حتى الانتاج بتاعك ده ذاته ما لازم يكون عندك انتاج. وبالتالي شنو انت بتكون اصلا متسول. يبقى انت اصلا ما عندك المساحة تستفيد من أي مساحة تلقاها. لأنه دي أيان خدت لك ميدان مساحة قدامك. لكن بترت لك رجليك دي هتكون قاعد كده بس بتعاين. قدامك مساحة لكن ما بتقدر تتحرك فيها. ده المخطط اللي هات الشغال. يلا المخطط ده قاموا بأنه
مسائل السلام وما السلام ده ما عنده علاقة أنا بتكلمت عنه، لكن وجود الحركات المسلحة في الخرطوم والاكتشافات اللي قاعدة تحصل دي والصراع اللي قاعد يحصل هسه بتاع الناس بيقولوا الخالة ما عارف طرق البيت والحركات المسلحة عشان هجوم على القوة السياسية، والقوة السياسية في حالة دفاع كده أو ما قادر تتكلم أو ما قادر ترد عليهم أو ما شغال بيهم أو ما حزباهم أو كده وكده وكده. وفي النهاية طبعا ما في انتهازية أكبر من الحركات المسلحة، وما في انتهازية أكتر من القوة السياسية اللي بتدعي تمثيل للثورة، وما في انتهازية أكتر من مسائل حماية المصالح من التمرات مع الرأسمالية. جميل، ده الثلاثة. عندك الرابع اللي هو شنو؟ المحور الإقليمي بتاع الشرق، وكل المحاور الأربعة دي هي مرتبطة بالمحور اللي في الوسط ده اللي هو محور اللجنة الأمنية أو الكيبر أو النظام الباقي. دي المعادلة، والمعادلة دي لما تقوم تكشف ليك أخطر سر ليها اللي هو أول شيء يعني مسائل النيابة العامة أصبحت يعني عبارة عن كشك بتاع 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 كشك بتاع بتاع سمسرة ما أكتر من كده. غياب العدالة بشكلها الكامل، الناس دي بيطلعوا بجرائمهم بشكل واضح ما خايفين، يعني زي المغابر الجماعية بتاع الشهداء فضل الاعتصام، ما يدري فضل الاعتصام، الناس متورطين فيها، التحدي اللي قاعد يحصل منها من اللجنة الأمنية من العساكر يعني ناس كباشي والبرهان وكده بتاع. ويجي في النهاية يقول لك والله يا أخي أصلا البرهان دخل فيها حاجات وما دخل فيها حاجات. طيب يلا نجي للمجلس بتاع الشركاء ده. مجلس الشركاء ده طبعا يا اخواننا الكيزال لما جو في 89 جو بحاجة طوال، قاموا عملوا حاجة اسمها المجلس الأربعيني. والمجلس الأربعيني ده ما كان عنه، ما كان يعني في إعلان عنه، معظم الناس ما بتعرفه. والمجلس الأربعيني ده كان برأس الليمبي ده كمان، يعني عاملينه من العسكريين ومن المدنيين، وديل هم المسؤولين عن أولا وأخيرا عن حماية النظام. المجلس الأربعيني ده مذول عن حماية النظام، وغرار هو أكبر من أي مؤسسة موجودة في الدولة. والكلام ده رجعني لأنه الناس اللي بيجي يقول لك يا أخي يعني دارين يتخطوا بينا يعني مساحات كده بأنه شنو ذاته، ما دارين نزل ذاته وشنو هو المجلس ذا. قبل ما نزل من المجلس ذا بخش لك في تفاصيل أنه هو المجلس ذا ما عنده صلاحيات وما مو نفس الكلام ده قلت له أنا في المجلس السيادي، قلت تشريفي أسعى قلت المجلس السيادي التشريفي ومجلس الوزراء ده هو التنفيذي. هسه مجلس الوزراء هو التشريفي ومجلس السيادة طلع علينا هو التنفيذي من نفس الحاجة، لكن احنا بنكون في سؤالنا ما حنزح منه وشنو المجلس قبل اي حاجة. ما تقول لي الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية دي تم حرقها زمان، اي ذول بيدخل فيها، اي ذول بيقطع القطعة الدائرة، اي ذول بيضيف لها الحاجة الدائرة، وده موضوع براوي يعني. وما التزمت أصلا، إذا ما التزمت بأهم ركائز الفترة الانتقالية واللي هو المجلس التشريعي يبقى هي الوثيقة انتهت وبيدا. قالوا 90 يوم من يوم 17/8 إلى 17/11 افترض يكون في مجلس تشريعي باعتبار أنه دي الرغابة والمحاسبة والتشريعات والمستقبل بتاع السودان، الدولة المدنية، انتخابات، مشروع دستور دائم. المسائل دي تم 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 يعني قتله، مجلس التشريعي ده تم قتله. طب الوثيقه الدستوريه بتاعتك دي شنو؟ واي ذول الوثيقه الدستوريه يجب انه يعني يعدلوها المجلس السيادي مع مجلس السيادي التنفيذي مع 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 مجلس الوزراء التشريفي يعني، والله حتكون وين المعادله. طيب المجلس الأربعين بتاع الكيزان كان هو الغرض منه حمايه النظام بسياساته كده، هو يعلو على كل المؤسسات بتاعت الدولة بما فيها رئيسة، وده ما كان معروف للناس، معظم الناس ما بتعرف ليك المجلس الأربعين ده. أخيرا بعد 10 سنوات يمكن حتى الناس العامة بدأت تفهم إنه في حاجة اسمها مجلس أربعين وكده وكده وكده. يلا المجلس الأربعين ده ذاته اتخذ كخلفية له، يعني الكيزان اتخذوه يعني قام عاجباهن التجربة الإيرانية، والتجربة الإيرانية عندهم حاجة اسمها مجلس تشخيص مصلحة النظام،
وده هو اللي بيحدد الرئيس منه، بيختار منه الاثنين منه اللي بينزلوا الانتخابات الشكل الفوري ده، ومنه اللي بيفوز ومنه الحاجات دي كلها مرتبه. هو دي الجهه اللي بترتب الحاجات دي. ده بيتكون من 31 عضو مجلس التشخيص بتاع مصلحه النظام في ايران، هو ده بيتكون من 31 عضو. الكده انجو عملوا 40. هسا علينا الامنيه جاتنا بشنو؟ 23 عضو. 23 عضو. قالوا ده اسمه مجلس الشركاء. مجلس الشركاء بغض النظر عن صلاحياته وكده وكده وكده، هو الغرض منه اولا انه يكون بديل. بديل للمجلس التشريعي. اثنين، غط مبدأ المحاسبة والعدالة بأي شكل من الأشكال، لأن هم ديل طبعا هم ديل هم اللي حيكونوا حاكمين، وهم ديل اللي بيحددوا مشروع الدولة. لا خليكنا من الكلام بتاع إنه هم ما عندهم صلاحيات. هو ده مجلس السيادة قالوا لنا حيطلع، لا هو مجلس السيادة التشريفي، هو طلع تنفيذي كبير جدا، وطلع مخابرات وطلع عيش، ومجلس الوزراء المعني يعني بحاجات كثيرة جدا تنفيذي وصلاحيات الدولة وكده وتمثيل الخارج وكده بتاع، أصبح هو التشريفي ويطلق أوامر فقط من 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 الجهة التنفيذية اللي هي المجلس العسكري أو اللجنة الأمنية. والمكون المدني الموجود فوقه ده طبعا مكون طبعا هو أهم حاجة طبعا في الصراع السياسي ده، إنك تختار العدو بتاعك، تختار الدول الضعيف ضعيف جدا، يهودي عاش السعيد وما عارف زي دول العامل في أوروبا جت عجلة ده، والله يهودي تجيب لك زي مناوي ده عامل فيها الغذافي له ثلاثة بنات ما عارف كده شنو حرث، وما عارف تجيب زي ناس جبريل ده بيطرح لك بشكل واضح إنه العفو. والغرض منه إنه الاستمرارية، ما يعني الفترة الانتقالية ما تنتهي، كل مرة يكون عندها مسبب، وإنه اكتشاف المغابر ده عايدارين ينتهوا من الطابق ده، يعني إنه اتفتح وطوال خطوا لك مدى المجلس زي الهوك، يخطوك في المسائل بتاعت شنو الصفوف دي، يخطوك في المسائل بتاعت الضائقة المعيشية الغاتلة والصحية الغاتلة، يخطوك في حتة إنك إنت شنو يعني اوريدي هسه الناس للاسف الشديد، للاسف الشديد انه الناس بتفتكر المكون المدني او المدنيين الموجودين على مجلس السياده على مجلس الوزراء على كده هم ديل مختارين بعنايه ودقه متناهيه، في انه يكرهوك في حاجه اسمها مدنيه نفسها، وشككوك حتى في اقرب الناس ليه؟ ليه؟ لانه جايبين اسوء انواع البشر. الليله الموجود يعني بدءا يعني امسك من مجلس السياده وتعال لمجلس حمدوك، ديل اسوء ناس الله خلقهم في السودان، اسوء ناس. والكلام ده انا ما بتبلع، الكلام ده حقائق واقع، عملوا شنو الحاجات اللي بيعملوا فيها دي، يعني اتخطوا مراحل الفهله والسياسيه دي، واصبحنا في مرحله الاستغفال، بل في مرحله بتاع التدشين لمرحله ما تنتهي، هتكون بس يتم انتقالية كده، لكن ما هتنتهي الفترة دي، ما هتنتهي. يلا بقول لي يا أخي والله انت هسي بتتكلم لك ساعة، طيب الخلاصة شنو يعني؟ السؤال بيكون الخلاصة شنو؟ الخلاصة ببساطة جدا يا أخوانا، الآن ما في ثورة عشان نكون واضحين، وللأسف يعني ما في ثورة بالرغم من التضحيات بالرغم من أي شيء. هل الشارع السوداني فقد الحس الأمني والثوري والوعي اللي كان شغال به خلال الأربع شهور ولا الخمسة شهور لغاية ما بوصل لهم مثلا يوم 11/4؟ ما أعتقد. هل المعاناة اللي قاعدين يفرضوها عليه دي والضائقة المعيشية المستحكمة عليه دي اللي بتقطع في رقابه دي، هل هتقتل أي طموح أي أمل أي وطنية أي مستقبل ليو؟ ما أعتقد. هل الوحدة اللي كانت من شهر 12/2018 إلى شهر 4، هل الوحدة دي يمكن عودتها؟ ممكن. هل الناس فعلا محتاجة لأنه يكون في واجهة سياسية لثورة بتاعتهم يعني؟ ممكن نقول نعم ولا
بيكون نعم، لانه هي بتكون موقع الاتصال والارتباط الداخلي والخارجي كمنظم. بنحتاجها في التنظيم، بنحتاجها في الاتصال، بنحتاجها في التعريف. ولا للتجارب، يعني كيف نستفيد من تجاربنا؟ انه لما نجيبنا واجهة سياسية للثورة بتاعتنا من خارج الثورة ممثلة في القوة السياسية، ده ما بيعني انه انا مثلا بتجنى على تاريخ وانه ما قدموا حاجة وكده، بس الزمن خطواته سريعة، العصر خطواته سريعة، التفكير، الأدوات، الوسائل اختلفت، وبالتالي أصبحوا هم ما موحلين للمرحلة بشكل واضح، ما موحلين للمرحلة. بالتالي نحن بنحتاج لواجهة، نعم، لكن الواجهة يجب أن تكون من ريح الشارع السوداني، الناس اللي قاموا بالثورة دي ذاتها من رحمها هي خلقت قيادة، لكن كانت الواجهة السياسية تبقى، والناس ما التفتت لهم كثير لأنه الناس كانت اعتمدت على مثلا الواجهة السياسية اللي توجدت، والناس بيعتها بالرغم من أنه شارع السوداني كله ما عنده ثقة في القوة السياسية، لكن لوحدة الثورة، لوحدة صوتها، لوحدة أهدافها، أنه بعد بتاعت الناس التدمت بالصمت، عثوا على الأقل أنه شنو أنها تقدر يعني تتغيم المسائل دي بالشكل الإيجابي اللي بيكون شنو يخرج بينا بسودان جديد، سودان تكون فيه حرية، فيه عدالة، فيه سلام، فيه مستقبل. ده ما حصل. يلا نستفيد من التجربة دي بأنه نحن بنحتاج واجهة سياسية لمسائل التعريف، لمسائل الوحدة، لمسائل التنظيم، لمسائل الصوت. لكن ما اعتقد انه التجربة بتاعت الشعب السوداني في انه حنعتمد فيها على قوة سياسية، انما حنعتمد فيها على رحم المعاندين، الناس في الشارع. الشارع عادة بولي قياداته من رحمه، ده الناس اللي حتعتمد عليه. يبقى هل ال- 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 الكتل الخمسة اللي هاتي بتمثل عدو على الوطن نفسه، نهيك عن الثورة، عدو على الوطن، الاختراعات قاعدة تحصل من كل الهناية، فقدان الأمن والسيادة وكده وكده. يعني شوف النادل أسداء، يعني كده نموذج لو قادرين تقروه معاي، الخطاب ده اللي هو ده بتاع الجنجويد، إنه تعال الخطاب ده من ستة يوم كم شهر أو أقل، ديل هم كراعون هنا، لكن كراعون الثاني وين؟ بيرسلوا شغالين في جنوب دارفور، ديل بيشغلوا بيشحنوا في المرتزقة اللي كمان بيشحنوا لليبيا. وده بوريك إنه الدول أصبحت، يعني مثلا دي الإمارات الدولة الصغيرة دي ما نفهم بها، لأنه يعني أصبح عندها الجنجويد أصبحوا رجال في السودان، السعودية أصبحوا الجنجويد رجال في السودان، وده بيكون مهدد قومي وأمني، ده مهدد للسودان بشكل كامل. يبقى نحن محتاجين، هل القوات المسلحة، السؤال في واحد قبل كده سألني له هل القوات المسلحة الناس تكفر بها بالشكل الكامل؟ لك أنا أعتقد أن الضباط الصغار يعني قام يعني على اللي قال لك ذولا ممكن يكون بشكل نوعا ما، يعني نتخلي المثال بتاع ناس الضباط بتاع ناس حامد والملازم، الناس دل لما نوقفوا وهم دل الأولى إنه يكونوا جزء من الثورة لأنه هم جزء من الثورة، ووقفوا حموا الناس في القيادة العامة، أمثالهم كثر، أعتقد موجودين في داخل الوطن المسلح، أعتقد موجودين. لكن في النهاية هل الكتل دي تستطيع هزيمة الشارع السوداني والشعب السوداني؟ ده السؤال، ده السؤال بيكون عشان تكون الحسابات عليه. وأنا ما أعتقد إنه الشارع السوداني الليلة ممكن يتهزم بآلة عسكرية، ولا يمكن يتهزم
بالتغبيش ولا بالتضليل، ولا ان الشعب السوداني يعني جامد في التفكير او في 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 خلق الادوات الوسائل اللي ممكن يفارع بها ضد النظام ده، لانه احنا هسه بنواجه في نظام عسكري مدني. دي الناس انتهازية، ما محسوبين على المدنية بشيء. دي الناس انتهازية، الناس الموجودين دي اللي بيتكلموا باسم الحرية والتغيير ويدافعوا، هنا الناس تجاوز المسألة دي وما خش. أنا 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 أنا, أنا بعتقد إنه ذات الدخول في مسائل بتاعت نغاش حول من هو حمدوك وعمل شنو والبرهان وعمل شنو وهم بيعملوا في شنو والله حركات المطلحة صرحت في شنو، أنا يتخلي ده بكون ضيع زمن. التركيز على الذكرى الثانية دي، الذكرى الثانية بتاعت يوم 13 ديسمبر إنها تكون دي شرارة تبدأ، ما خلاص ربنا راد كده. الثورات عمرها يعني ممكن يعني معظم الثورات العظيمة في العالم وعلى رأس الثورة الفرنسية خشت في المخاطر دي 10 سنوات أو أكثر، فطبيعي جدا يحصل لنا المخاط. الما طبيعي في إنه كيف نحن يعني زي ما بقول الشهداء نحن لا يمكن إن شنو نرمي سلاحنا في نص الطريق أصلا، يعني إحنا حتى في نص الطريق إحنا ما وصلنا مرحلة الثورة، ولا الشعارات اللي أصبحت مدخل استهلاكي حرية سلام وعدالة لأي انتهاز ولأي قاتل إنه شنو ولأي عضو نظام بايد إنه شنو يكون المدخل بتاعنا. الوضوح في الرؤية إنه يا أخواننا أن إحنا الثورية الشرعية، خلي أي انتهاز يتبنى شعار الثورية الشرعية، لأنه هو بيعرف تماما ويعلم تماما إنه الشرعية الثورية الشرعية هي بتبدأ به، هو بتبدأ منه هو، ما حرية وسلام وعدالة، هنا يبدأ منه السلام تبدأ منه الحرية وتبدأ منه ما هو العدالة دي ما بعيدة المنال، يعني هم عارفين إنه مقتصرون. يبقى نحن محتاجين انه الشارع السوداني ده يسخر نفسه، مش مسألة يضغط وما يضغط عشان الناس تكون واضحة في الرؤية، ما يكون في تخبيش، لا نحن اصلا ما نجحنا، نحن اصلا ما نجحنا، نحن في نص الطريق، نحن ما اكملنا ثورتنا. اي ذل بيفتكر انه الثورة دي كانت اكتملت انه حمدوك ده بيمثل عطاموسة انه واقف مع تطلعات الشعب السوداني يكون عمليا وصل لغناحته، إنه حمدوك ذاته إذا حصلت الثورة الحقيقية حيكون في محاكمة. خليك من التانين دي، حتى حمدوك بيقولوا له شكرا كثير، ده وأول الناس اللي حيقدم لمحاكمة إذا في ثورية شرعية، إذا تحقق ثورية شرعية. الشارع السوداني هو يراهن على نفسه، على مستقبل حاضر ومستقبل، وحدته تطلعاته وأمانيه وأهدافه والتضحيات اللي قدمها. إذا رأى إنه هو يكون خلاص يعني إنه ينتظر الكيزان الجنة بتاع الكيزان ده يكون برضو يقعد 30-40 سنة، دي حاجة تخص الشعب السوداني. إذا الشعب السوداني رأى إنه يا أخي لا، الحاجات التضحيات اللي تقدمت والطريق والشوط اللي اتقطع ده يجب إنه يكمل، يبقى هي الثورية الشرعية. والثورية الشرعية دي شوفوا الخمسة كتل دي، الخمسة كتل دي هي ما كانت بعيدة من 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 الدائرة بتاعت النظام البعيد، ما كانت قريبة منه جدا، ومع ذلك سقط النظام. هسه أسهل سقوطه أكثر من أي وقت مضى، لأنه شنو ما القناع وقع والعورة اتكشفت. يبقى 19 أنا بعتقد، أنا بعتقد إنه الشعب السوداني يكمل الحاجات دي، نحن محتاجين ليوم 13 إحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الثورة دي ومواصلة ليها بدون توقف زي ما حصل. بنحتاج للتنظيم، بنحتاج للتنظيم، بنحتاج لوحدة لجان المقاومة. صحيح إنه حصل الظرف اختلف، عشان كده أنا بقول إنه الشعب السوداني يعني الحمد لله إنه جنو مبدع في أدواته في وسائله ممكن يتخذها. الشعب السوداني في 2013 الشباب ديل جابوا من الوسائل
استحدثوا وسائل قبل كده ما بعرفوها الناس، استعملوها في 2013، استحدثوا وسائل في 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 العصيان بتاعهم في 2016 نوفمبر 2016 الناس ما كانت تعرفها، استحدثوا وسائل في 2019 في 2018، وكل مرة الوسائل كانت بتستحدث وكانت بتختلف وكانت ناجعة في هزيمة الأدوات الغمعية بتاعت النظام البائي. وهذه هم كفيلين برضو شنو يهزموا الشلة بتاعت الشرطي. الحقيقة انه هو المجلس اللجنة الأمنية شر، المكون المدني معاه شر، مجلس الوزراء بدأ من حمدوك شر، والناس معاه الشر، النيابة العامة الشر، المحكمة القضائية شر، أما الجنجويد والجماعة ده الشياطين ديل، القوة السياسية المتحالفة الليلة شر، دي حقائق لا أقدر ولا أقدر أدافع لك عن كذب وعن نفاق وعن دي. الناس بيمشوا في مصالح ذاتية بتاعتهم ما عندها علاقة ولا بحد أنه بتاع ثورة ولا بتاع وطن ولا بتاع تضحيات تقدمت. يبقى أنا 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 أرى إنه الشكل الواضح إنه الثورة يجب إنها تتواصل وإنه الناس تمشي لقدام وتاخذ 19، محتاجة للتنظيم، محتاجة للوحدة بتاعت لجان المقاومة بالرغم من الاختراقات اللي حصلت هنا وهناك من الناس اللي حاولوا يستخطبوها كده، حاولوا يستخطبوا اللجان دي. لكن اعتقد برضو في من اللجان بتاعت المقاومة الموجودة الليلة في الشارع السوداني جديرة جدا بانها تخلق مناخ تاني وجو تاني وتدعم العمل وتكون الصوت بتاعه، والميادين بتخلق ابطال بتلي الشارع السوداني ده بلد من رحمه، ونطلع من القالب التقليدي. ما هي هي ادوات اصلا، الادوات قاعد تستحدث، يعني الادوات اللي استعملت في 2013 والادوات اللي استعملت في 2016 و2018 بتاع اختلفت وكانت تختلف. ابداع سوداني، ابداع سوداني في العمل ده، واعتقد حتى تختلف الادوات ويحصل فيها ابداع سوداني. المختلف في 2013 القوى السياسية ما كانت موجودة، وبالتالي كانت الأبطال أبطال 2013 حبة 2013 أبطالها كان من شارعة نصر تنهوري هذا وكل الشهداء كانوا أبطال الشارع. 2016 شباب خلف الستار سوشيال ميديا قدروا خلقوا أدوات جديدة حركوا بها العمل ده. 2018 رجع للمشهد بعد كم يوم من البداية، ظهر للمشهد القوة السياسية، الناس استقبلتها بحزنية ومسكتها الواجهة بتاعت العمل ده. الليلة بنحصد بنحصد في العلغم العمل ده، وما يعني ما كان خطأ من الشارع السوداني ولا كان خطأ من لجان المقاومة ولا كان خطأ من دول في إنه القوة السياسية تكون واجهة، ما كان خطأ، بس القوى السياسية ما كانت قدرة المذولية، ما كانت أمينة، كانت انتهابية. ده الكرايات بتاعت الليلة دي 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 مواقف ومشاهد وكده، ما في دول يقدر يعني الليلة. زمان إحنا كنا بنقول يا أخي القوى السياسية مهمة، وإنه النظام قدر أثر في الرجال الجديدة في إنه يا أخواننا القوى السياسية دي هي عدو لكم، بنقول لهم لا، أي ديمقراطية لا يمكن تبنى من غير الأحزاب السياسية، ودي حقيقة وإلى الآن بنقرأ. لكن نحن تجربتنا بتقول إنه الأحزاب السياسية لا يمكن أن تأمن على قيادة الثورة، ثورة عايزة حرية، عايزة ثورية شرعية، لا يمكن تأمنها. ليه؟ لأنها مورطة، ده مختصر، لأنها مورطة زي ما اللجنة الأمنية والعسكر والجنجويد الجماعة دي مورطين بالثابتة كده، هم دي مورطين مطفهم برضو بالثابتة في الزور المعسكون، لكن دي الأسماء في البيرول موجودة
ما ثبت اطلاع اي دور سياسي. عثمان في البيروت بتاع جهه العام، جهه العام اللي ما تحل قاعد عنده كل الاوراق دي. الكلام ده قاله حتى ذول السجنان ده حميدتي ذول امي ده قال الكلام ده لما بيهدد في التكوين بتاع النقرات مع الراسماليه، قال انه الناس اللي ملفاته قاعده عندنا كان بيهدد في انه في ناس الحجار اسمه منو الثاني ده؟ الرسمال الثاني ده اسمه منو التاجر الثاني ده؟ كان بيهدد فيهم انه ملفاتكم قاعده ونبدو كل المحاكم. بالتالي بدات الاجتماعات دي بتاعت الامارات، السفير الامارات اللي تتذكروا هنا في بيت ناس سامي حجار وبتاع هنا، وجابوا فيها ناس الدقير وما عارف منو 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 ناس الاصم بتاعنا. الاجتماع اللي حصل مع اللجنه الامنيه وجابوا فيه قباش وما عارف منو ياسر العطو جاء كله بالتحديد. ليه؟ لانه انا يعني الناس دي لانه هي ذي ماسك كل حاجه تصالح تسلم حتى عمل لنا فيها بطل غوبي ونقوم نطلع لك حاجاتك. دي المعادله هنا. بالتالي لان الناس دي معرطه لان هي التحالف هي 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 هي, هي, هي العصابه دي كلها مع بعض كده. التحالفات كلها بتمثل عصابات، العصابات دي مرتبطه مع بعضها زي التحالف بتتغذى من بعض كالتحالف. ليه؟ لانه اي ذول ماسك على الثاني، اي ذول ماسك على الثاني. انت داري العداله انت حتقع في اول ذول، بالتالي بكره ما حتقول العداله. يمكن احنا دارين الثورية الشرعية، عشان الذول اللي بيقولها ده هو بتبدا منه، هي الثورية الشرعية بتبدا منه. يبقى الرهان على الله وعلى الشارع السوداني على الطلاير، ما القوة السياسية لكن قد تكون لجانب المغامرة، قد تكون لجانب الأحياء. شباب العادي ده اللي كان فاتح صدوره ده اللي كان بيشيل الشهداء كان بيضعف المصابين كان بيعرف بياكل وبيشرب وبنوم في ساحة الاعتصام مع السابقة الناس اللي توجدوا في المقابر الجماعية، وان كان بيقولوا مفقودين هم مخبورين في مقابر جماعية. أسامة داود الله يفتح عليك وشربيت الله يفتح عليك. أسامة داود ده الناس اللي كان بيهدد فيهم حميدتي، هنطلع لك ملفاتك ونحن شنو شنو شنو. طيب يا ابراهيم مو من الخارج يا دكتور طارق، يلا ده حقيقة الوضع. يبقى احنا في النهاية اصلا شوفوا يعني المسألة انا في تقديري نتخطى المسائل بتاعت محاولة كذب الزمن دي. النازل يعني كل يوم يطلعوا بحاجة جديدة، مجلس الشركاء وكذا وكذا. مجلس الشركاء هو عبارة عن مجلس بتاع حماية للنظام، اجبه شوف ذاته السلوك الكيزاني كيف اجبه ب المجلس الأربعيني ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهات جايبين برضو بتاع تشخيص مصلحة ده حيمروا من عبر التطبيح عبروا من عبروا شنو. وهات الجوطة الأخيرة اللي قاعدة تحصل دي هي مثلا بتاع التسويف، مثلا بتاع يشغلوا الناس بحاجات على الناس اللي أصلا حاجات عليك. يبقى أنا ما شايف في غض هذا في إنه يعني ما يعني ليه يعني مثلا نحن ناس ما بيعملوا لصالحنا نحن كشعب، رغم انه نحن اللي ضحى الناس يعني الشعب السوداني ده ضحى، قدم الشهداء قدم المصابين قدم كده، نجيب ناس هم اصلا ضدك ودي التطلعات ضد مالي. مثال الناس الموجودين في السيادي، الناس الموجوده في مجلس الوزراء بدءا من حمدوك، الناس القوى السياسيه اللي بتمثل الليله اللي هناك حركات مسلحه، ده كلهم ضدك. ده ضدك. يبقى انت اصلا ما تتعامل بانه اصبح انا بالنسبه لي الامر ما في اختلاط، يعني ما بتعامل انه والله دي اللجنه الامنيه ودي قوى سياسيه، ما بتعامل كده، انا بتعامل معهم كلهم كتله واحده، هي كتله بتاع الشر. شر ضد الشعب وضد الوطن. والشر يا اخواننا ما بيتم ازالته ما لم يحصل فعل. والفعل ذاته ما بينجح ما لم يحصل يكون فيه تنظيم وفيه صوت فيه طلائع. ده بيقوم بيخلق لنا مظله سياسيه او واجهه للثوره سياسيه للثوره من رحمه.
الناس تعتمد عليه على على عليهم. 19 الناس تعتبره بداية، ضربة بداية أو مواصلة، ضربة مواصلة لما بدأ في 19/12/2018. دي حقيقة الوضع الآن. فالناس ما تشتغل ليه؟ بأنه والله يا أخي مجلس الشركاء والناس هم تتفاعل معه، لأنه هي مسألة بتاع شنو؟ كذب بتاع وكيل بالنسبة اليوم. وحنخش المسائل زي دي، والمسائل دي حتكون مستمرة كده. هم ذاتهم بيحاولوا يخلقوا وسائل جديدة. يا هي مثلا زي شنو؟ ما أعلنوا لك انقلاب عسكري، أصلا ما أعلنوا لك انقلاب عسكري، من 11/4 ما أعلنوا انقلاب عسكري. لكنه في انقلاب عسكري. بس ما لي انقلاب التغليد بتاع انه يمشوا الاذاعه ويذيعوا بيان، والله هم ذاعوا بيان فعلا. بس الانقلاب ده حيكون مستمر. بدون يعني الاداء الجديد بتاعته او الوسيله الجديده بتاعته يا اخواننا هي انه ما بيتم اعلانه، بس يكون ماشي كده. لكن منو هم؟ هم القوى السياسيه اللي ممكن تنافسه لك بقت تصبح جزء منه. جزء واعمده من النظام. امسك الليله 29 اللي اختارون ديل. امسكهم كلهم. ناس برما ومريم الصادق وعلى الريح والدقير وبتاع، ده اللي الشعب السوداني حتفيد منه شنو؟ قدموا شنو للشعب السوداني ذاته قبل كده في تاريخهم يعني؟ ما بنتكلم عن احزابهم، عضويتهم بنشهد ليها نحن، قدمت، لكن هم كقيادات قدموا شنو؟ ده السؤال. لانه العضويه بتاعت احزابهم دي هي عضويه من الشعب السوداني ده. الليله اللي يجي بانه شنو؟ يواجه الحقيقه ويفكر فيها. انه هل فعلا الناس دي حتى لو بتمثل لك قياده مع تقديرنا ليك، شوف انه هم واقفه شنو منك من قضاياك من ثورتك من وطنك من عدالتك من حريتك من كرامتك حاضرك مستقبلك شنو؟ ما الحقيقه 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 يجي بالنا شنو؟ اي ذله طلاب بنفسه يعني انه ده عناصر انتحازيه. وإذا إذا 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 ما حققت شرعية ثورية، ما في حاجة اسمها إنهم كانوا معارضين وما معارضين، هيتحاسبوا باختصار يعني. ما تقول لي ده برما ناصر رئيس حزب الأمة الكبير ده، لا. لا بتحاسب حزب الأمة، لكن بتحاسبه كشخص. حزب الأمة ما ناسه في الشارع فيه. حتى المواقف بتاعته دي ذاتها لما كانت ما 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 الناس ما منسجمة معاه وما متفقة معاه، لكن عضوته كانت في الشارع موجودة، الناس بتشهد بها. كذلك على الريح الدقير من أم من أم من أم من أم. يبقى دي اسمها مجموعة الشر. يبقى ما تستهلك من وقتك الكثير. الناس تمشي لقدام، الناس تفكر في إنها كيف تواصل ثورتها ما وصلت نهايتها الثورية الشرعية ذاته، عشان يعني المسائل ما تكون فضفاقة واستهلاكية للناس كل أي زول حرية سلام عدالة، لا الثورية الشرعية دي محط مضبوط، تعريف ومصطلح مضبوط جدا. مش شرعية ثورية دي بتحقق لك عدالتك، بتحقق لك حريتك، بتحقق لك سلامك، بتحقق لك أي ظالم بياخد حقه وأي مظلوم بيلقى احتضان. بكل ما أقدر أقول اللي طلع عمر تحياتي لك يا اخي، ما يفقدك شر يا اخي شريف. ايوه شنو بيجي ينظر لك شي في نصب البوستر اللي خلفه؟ البوستر ده فهمته شنو؟ افهمه يا شريف قبل ما تستعجل. حاول افهم الحاجة اول شيء، يعني فكر قبل ما تتكلم او قبل ما تكتب. عبد الرحمن عبد الله يوسف اتفق معك جدا، اتفق معك.
محمد ابو سين والله هو الكلام ده دا داير. وقلنا تنظيم 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 للشارع ما فعلا ما اظن اصلا الثوره في 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 نص الطريق اصلا الثوره اصلا ما بنقول انتصرت في نص الطريق صحيح يعني قدرت ازالت رموز النظام البائد لكن ما انتصرت الى الان في نص الطريق اي عبد الرحمن كلامك صح بس انت ما بتقدر تغلب الشعب السوداني ما دي كانت قوة سياسية نعتبرها طليعة كانت واجهة للثورة باسم الحرية والتغيير الحرية والتغيير واجهة خلاص الثوار على الأقل تحفظوا ولا ما تحفظوا المهم الناس مشت مع اتجاهين يا أخي الحرية والتغيير بنفس لغة الثورة ولا زال أنا أعتقد أن الحرية والتغيير بتمثل غايه الثوره لكن طبعا الخلافات والحاجات دي كلها هي ما خلافات حول الوطن بقدر ما هي خلافات حول المصالح الضيقه الذاتيه بتاعته بس الناس حتتخطى المسائل دي عمليا اذا حصل تنظيم جديد ممكن تتخلق الواجهه الجديده لكن الى ذلك الحين ما هو شوف اذا الحريه والتغيير الليله كواجهه حصل لها اي خلل هي طبعا حصل لها خلل حقيقة لكن كاسم انها تكون موجودة اذا هناك واصلا الغرض شنو من مجلس الشركاء انه يكون يحل محل الحرية والتغيير يحل محل الحرية والتغيير عشان كده شالوا شنو الرموز بتاعة الناس الموجودين داخل الحرية والتغيير اللي خدتهم في المجلس ده والخطوة الثانية اللي هي شنو بعد كشف المغابر والضغط غادي والناس مشت عبرت الحتة دي بدون رد فعل حتجي المثلة بتاعة الصلح العام اللي اتكلم عنه جبريل نتكلم عنه جبريل ده حتي يعني المجلس ده حيكون معني بالعفو العام عن الكيزان عن اي ذول قتلوا هناك لانهم هم ذاتهم جزء من الجريمه دي الجريمه دي ما كبيره ما على عناصر النظام بس انما عليهم هم برضه وبالتالي شنو؟ هسه الى ان تنتظم الثوره في مواصلتها والتنظيم الداخلي بتاعها ويخلق لها صوت بعد كده ممكن يتخلق البديل اللي الناس تقوم تغيره وتعترف فيه وتقوم تعلمه أيوة إبراهيم ترمي بتحياتي لك كرمباج ولا منو أيوة الصورة دي بس التنظيم ها دكتور طارق نهار سعيد ايوه هي مسائل التسويف بتاع وكذب الزمن ده بانه كل يوم حيطلع لكم بحاجه جديده والناس تنصرف معاه انسوا موضوع نقاشهم ده يجيبوا مجلس هنا انسوه كده 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 الناس ركز اي دول ركز في عمل انا خلي الشارع السوداني مطالب الليله بوحدته بتنظيمه بصوته بكده دي ده 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 رد العمل انه الشارع يتحرك انه الناس تواصل 19 ده نكون سنتين ماشيين في الطريق معلو لكن في النهاية انت ماشي في الطريق ده وماشي خطوة في النهاية هتصل افضل اما شنو تخذ سلاحك وتقعد يعني الاسترخاء في نص الطريق ده ما حبابه زي ما بيقول الشاعر يسقط الوسخ كله يا رينات لا قاعدين مرت اللي قبل اللي سهل الناس تتوحد ما في حاجه سهله الوحده دي اهم حاجه الوحده بتاعت التنظيم الصوت الكذا الكذا ده اللي هنا الشوط الثاني ايوه الناس تواصل احمد شاب جعفر عبد الله ابو رهف تهدي لكم حافظ تحياتي لك عم مرغني تضيع العزيز كيفك مبارك تحياتي لك يا اخي ان شاء الله تكون بخير انت والاسره مرغني
أيوة جيلنا واعي جدا، متفق معك، الجيل واعي. ايوه دكتور طارق، ده دي دعوه، دعوه مهمه جدا، انه السودان الخارج بالمناسبه داعمين جدا للشارع السوداني لوحدته لحراكه، وما اعتقد انه الناس الخارج انه يقصروا ابدا، هيقوموا بدورهم الاعلامي، الدعم بشكل كامل اللوجستي المادي والاعلامي وكذا وكذا، الناس الخارج بيدعموه حتى بوقفات وبكذا وبكذا، والليله المجتمع الدولي كله بيشهد بانه حاصل رده داخل الثورة السودانية. المجتمع الدولي كله هتلقى بيتكلم انه في رده وفي تاخير في اجراءات التحول اللي يجب انه يكون للمدنيه وكده. ففي احتراف دولي بانه في حاله بدء، في حاله بتاعت خذلان داخل الشارع السوداني مما يحدث وكده. فدي بتساعد في توصيل الصوت بتاع الثوره للخارج. بس عشان انت توصل الثوره للخارج لابد ان الداخل يقوموا بدورهم من تنظيم، من حاجه، من إحياء للثورة كده. والله يا عادل، عادل عبد الرزاق، عبد الرادي، كلامك منطقي، لكن أنا ما أعرف طبعا، أنا ما بحدد وسائل يا عادل، لأنه ممكن يكون اعتصام مدني في الداخل طبعا، هم أدري يعني كله أهل مكة أدري بشعابه زي ما نقول، يعني ممكن يكون اعتصام، مرض كورونا خطر، متفشي، ربنا يسلم السودانيين والسودان منه، الناس تعمل حسابها، لكن طبعا التقديرات بتاعت انه بيحصل شنو بتفاصيله دي ما انا يعني، انا بس قلت كلام عام يا عادل، لكن ناس الداخل هم طبعا عارفين تفاصيل انه ممكن يبدو باعتصام مدني، يشوفوا موضوع كورونا دي يتعاملوا معه كيف. صحيح الظروف الصحية مهمة ويجب أن تكون في الحسبان، والناس ما يعني ما تغفل الجانب ده تماما، اتفق معك. أبو وعدي يا أخي، تحياتي لك يا أخي، مساء الخير عليك. أيوة أحمد، ضروري طبعا، النشطاء في الداخل والخارج بيتوحدوا، ما دي سهلة، بس الشارع بينشط اكثر. ما يبقى دكتور طارق كلام سليم، حتى المشهد واضح لاي دور. ايوه يا عادل، كلامك انا بتفق فيه، بتفق معك تماما والله. الاحباط يا الاحباط الحاصل للشارع يتخيل لي عنده ما مسبباته، لكن كمان انت لما تفكر في الموضوع بتلقاه انه ما بيعمل لك احباط بقدر ما انه شنو، بتكتشف انك انت بس اخذت الساعه في ناس ما اهلا ليها يعني، بس